أمسية سعيدة مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حصتكم وش نطيبوا اليوم. كما جرت العادة مشاهدينا الكرام، في بعض الأحيان نحب نحضر معايا شيف ولا يعني هاوي في الحلويات. أنا اليوم جبت لكم شيف راشدة من منطقة باب الزوار. اليوم شيف راشدة راح يعني تبهرنا بالحلويات تاعها. إذا مشاهدينا وش نقول لكم، ابقوا معنا طيلة البرنامج، إن شاء الله تستفادوا من الحصة تاع اليوم. شيف راشدة مرحبا بك، عرفتي نفسك، تفضلي. راشدة بالرايس، صانعة الحلويات التقليدية، وتانيك الحمد لله نخدموا لي كولي كوموند، انا فورماتريس او ميم طون، نكون تانيك بنات. البنات في الدار. في الدار. اذا راشدة المهنة تاعها صانعة حلويات، وتكون كذلك بنات في المنزل، يعني باش كيفاش يقولوا راهي تساهم في ترويج المطبخ الجزائري التقليدي، وخاصة الحلويات التقليدية الجزائرية. مشاهدينا الكرام، اخترنا لكم واحد الكاتو اليوم. الكاتو هذا احتل المرتبة الأولى في الوطن العربي وفي إفريقيا، واحتل كذلك المرتبة الرابعة عالميا من أحسن جاتو، اللي هو مقروط اللوز. إذا اليوم مقروط اللوز راح نشوفوه من أيادي راشدة. أما الوصفة رقم 2 مشاهدينا الكرام، راح تكون وصفة الدزيريات التقليديين على أصلهم تاع زمان. إذا كل واحد والطريقة تاعه كيفاش يحضر، احنا ماذا بينا نشوفو الطريقة تاع راشدة. إذا مشاهدينا الكرام، بقوا معنا طيلة البرنامج. رقم الهاتف راه يمر أسفل الشاشة، إن شاء الله باش تستفادوا، تفضلوا باتصالاتكم وطرحوا الأسئلة تاعكم باش ينجح لكم لو كاتو ديالكم، اللي هو مقروط اللوز مع الدزيرية. تفضلي راشدة. إذا اليوم راح جبتي لنا مقروط اللوز. فوالا، نبداو المقادير راشدة وطريقة التحضير تاع مقروط اللوز. نبداو بالدزيريات. نبداو بالدزيريات. راشدة تفضلي. نبداو بالعجينة اللي هي 250 زبدة فارينة، 65 غرام زبدة للتوريق، ماء الزهر ولافاني وشوية بيض، باسكو لا كونتيتي صغيرة. حنا رانا نمدو لا كونتيتي إكزاكت، ونمد لكم كيما حنا نقولو لي غوسات بروفيسيونيل، يكونوا بالضبط وكامل. وعندنا للحشو عندنا 250 غرام تاع اللوز، 150 غرام تاع سكر، وتاني كلافاني والبيض. انا حبيت نسيباري بيناتهم، ما نديرش فيها لو زاست تاع القارص، حبيت نديرها لوغو تاع لافاني ويكون مع الاخر. اذا نعاودوا فقط مشاهدينا المقادير. قلنا 250 غرام تاع الفارينه، شحال تاع 65 غرام. 65 غرام تاع مارغارين التوريق، يعني راهي تبريسيزي مارغارين التوريق ماشي مارغارين عاديه. عندنا ماء الزهر، عندنا اللوز للتزيين، هذه بالنسبه للعجينه. وهل تستعملوا الملح في اللاباط ولا لا؟ نستعملوا القرصة تاع الملح. قرصة ملح مشاهدينا دائما على اللون والذوق. بالنسبة لافاخس تاعنا قلنا شحال رشيدة؟ 250. 250 غرام تاع اللوز مرحي والسكر. 125 غرام. 125 غرام، حبة بيض ولافاني. قدكم أن نفضل نستعملوا لافاني. إذا رشيدة نعطيك لو ريسيبيون باش تبداي على بركة الله. نبداو فوالا كمرحلة أولى. واش راح نديرو رشيدة؟ تفضلي. نديرو الفارينة الأولى. فوالا، ابداي عادي رشيدة وكأنك ما كان لها. إيه فوالا، نديرو الفارينة راهي ديجا مصيرة من قبل. إيه مغربية. نديرو القرصة تاع لافاني، دايما نبداو نديرو النواشف. القرصة تاع الملح. فوالا، هاوليك الملح رشيدة. المارغارين تستعمليها دايبه ولا غامولي؟ غامولي تخبي المارغارين. قالت لكم لا مارغارين يستعملوها، نستعملوها غامولي. غامولي. فوالا، دخلوا الزبده، خلطوا النواشف اولا. يلا تفضلي رشيده، خدموا منطور كي تشرحي، عطينا لي زاستوس تاع الناجح تاع العجينه هذه. هي النجاح تاعها باش ما طيحش، الاولى تكون لاباط ماشي متلوقه، ماشي تكون شاده روحها. شاده روحها، والزبده تاع الفيتاج تعاونها باش تقعد واقفه. اكيد باش تجي يعني الحبه واقفه. ولانه لو كانت تكون متلوقه يعني هذيك. نصابليو مليح الزبده مع تفضلي مع الفارينه. هلا عندنا ماء الزهر، نطموها غير بالمزهر، انا ما نستعملش الماء كامل في ال. يعني رشيده نسقسيك في الوصفات تاعك يعني ولا في لي كاتو تاعك، يعني كي تجيك لا كوموند تاع لي كاتو، هل تزيريات مع مقروط اللوز
يعني يكون عندك ان بورسونتاج يعني في لا كوموند. بيان سور حنايا علاش باش تكوني تخدمي الحلويات لازم يكون عندك كوش قلنا غوسات بروفيسيونيل، ماشي هكذا تروحي تكون لافيش تكنيك تاعك تكوني موجدتها تسحقي شحال ونحسبو، باسكو ماشي بالكيل، حنا نخدمو كلش بالميزان. فعلا تخي بيان. اذا عندنا مكالمه، رانيا من سيدي عبد الله، مرحبا بك الاخت رانيا. اهلا في الخير شيخ مريم، واش راكي؟ الو نعم رانيا مرحبا بك. واش راكي شيخ مريم، راكي مليحه؟ الو الو يعني ماناش نسمعو رانيا. الو نعم ظن انه انقطعت المكالمه، نعاودو نرجعو لرشيده، حاولي الاتصال مره اخرى. اذا واش نعطيك؟ ريسيبيون فوالا. اذا قلنا الفارينه باسكو الكونتيتي صغيره، حنا عندنا في الكيلو نديرو زوج حبات بيض، وطونك درنا نص رطل حنديرو على هاد رشيده نص شويه باش ما تجيناش طايحه. هكذا مهندس ندير شويه صافي لاباط ديري فيها البيض. شويه برك ماشي حنا نديرو هكذا باش ما يغلبناش، غير بشويه نرشو. لا خدمي غير بعقلك، تقلقيش كامل روحك، هذا تاع مقروط اللوزن خلوهم منا، يعني ماذا بينا يركزوا على التزيريات. بدينا بلاباط باش قد ما تريح تعاوننا في الخدمه. داكوغ نعجنوها. الو رانيا. اهلا مساء الخير سي مريم. مساء الخير رانيا، واش راكي لاباس؟ لاباس انت مليحه اختي؟ لاباس الحمد لله، دوكا راني نسمع فيك. انا كان الريزو ناقص، لكن مليحه سي مريم. الحمد لله راني نسمع فيك جيد جدا، يعني بيان، واش راكي لاباس؟ الحمد لله. لاباس الحمد لله، واش راهي الشفرة في بالي معاك؟ لاباس الحمد لله، هاي جبتكم تزيريات ومقروط اللوز. مقروط اللوز الموسوري حنايا. هاي مال اليوم تبعنا المقروط اللوز تاعها دقتو ما شاء الله مع التزيريات، لهذا جبتها لكم باش تعطي لكم لاستيس وكيفاش ينجح لكم مقروط اللوز مع التزيريات. شكرا شيخ مريم، راكي من وقتها كي فيك الشيف سليمان. شكرا شكرا. هي ولكن من وقتها الشكر كاع الوصفات اللي كديري فيهم، وصفات سهله واقتصاديه كاع للجميع. هي بلا ما بزاف بزاف. شكرا شكرا الاخت رانيا، تفضلي كاش ما عندك تدخل ولا يعني سؤال ولا يعني تفضلي، رانا هنا باش. انا حبيت ايش كديري لي وصفه لي دونات. لي دونات ان شاء الله راح نبرمجوهم باذن الله. ان شاء الله اختي باش مريم. يعطيك الصحة كاع الوصفات، نقدر نقدم إهداء في شكل. أكيد تفضلي تفضلي. نقدم إهداء لماما وبابا العزاز. ألو. بابا أحمد وماما حنان. قطعت. ونشكر خالتي آدم عماد ميليسا. الله يبارك في سليتي. وربي إيه. انقطعت المكالمة. معليش عاودي الاتصال الأخت رانيا وسامحينا. إذا تفضلي يا رشيدة، عاودي فقط عاودي وري لنا لاباط نشوفوها كيفاش جات. فوالا بون، هذه العجينة ديالك. هاي لك شتيها يعني سين. شوفوا الشكل تاعها مشاهدينا كيفاش جات، لأنه بزاف يقول لك ما تجيني الشابة، هاي لك لازم تجي واقفة، يعني بخاصك شغل رايحة تي ونيفيتيو باش ندوبو للزبدة تاعنا، بس قد ما تقيسها سخانة حتنقص من ال فوالا. تخي بيان، كملوا رشيدة دوك نحطو الغيسيبيون باش نديرو لافارس. لافارس أكيد هنا نعاونك رشيدة ما تقلقيش. المزهر المزهر راهو هنا. المزهر نديرو دايما نبداو باللوز. 250 غرام تاع اللوز مرحي، محمص ولا ماشي محمص؟ ماشي محمص. لا عطينا ندير ملاحظة، اللوز مشاهدينا الكرام ماشي محمص، وعلاش ما تحمصوهش رشيدة؟ يطلق الزيت تاعو، كي يطلق الزيت تاعو يعطينا الحبة يابسة، ما تعطيناش نديرو فوق السكر كيما لا ما مشلف. سمحي لي فقط رشيدة. الو نعم لينا مرحبا بك. مكالمة مانيش. الو لينا دخل. الو كيراك اختي لاباس؟ لاباس الحمد لله، واش راه من الشلف؟ لاباس راكي مليحه؟ والله انا لاباس. تفضلي يعني نسمع فيك ليزا.
والله لا الحمد لله. فضلك نقصي لنا جهاز التلفزيون، سمعي لي من الهاتف، يلا نقصي جهاز التلفزيون من فضلك. الو نعم. انقطعت المكالمة مشاهدينا الكرام، معليش عاودي الاتصال. بيان كملي. فوالا درنا 250 غرام تاع اللوز، 125 تاع سكر، ودرنا مغرف ونص تاع مزهر باش يواسي، ونخلو هكذا نخلو هكذا ما نخلطوهمش مع بعضاهم. انا اللي يحب تضيف لافاني، اللي حبت ما تضيفهاش، اللي ما تحب ما تضيفهاش، حتى هي كاين اللي يحبوا يديروا زاس دو سيترون، بصح انا نحب تكون لا ديفيرونس، بس كاين اللي يحكموا اون فارس، هي تاع مقروط اللوز، هي تاع مخبز، هي تلقى كاع لي ميم كو في لي كاطو. انا لا تزيريات نحب نخلي لو كو تاع لافاني فيها، والمزهر المعزه معليش، نزيدوا فوقها شويه بيض، نديروا بيضه كامله. بعد نسيو البيضه ماشي لا نسيو، ندوبو ما بين يدينا السكر. الو مكالمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام سيدتي، مرحبا بك. مرحبا بك اختي، اش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانت راكي مليحه؟ تفضلي الاخت. حبيت نشكركم على الحصه. شكرا، لا شكرا على واجب. وحبيت نشكرك على جينواز، خاطر شفتو معاك من قبل. حبيت نشكرك على الوصفه تاع جينواز، نجحت لك. ايه، وحابه نطلب منكم طلب. تفضلي. تزيد تكثرنا من الباتيسري. اكيد ان شاء الله في الايام المقبله راح نبرمجوا ان شاء الله، يعني بلا غير في يعني الاسبوع القادم ولا ان شاء الله نبرمجوا لكم لي غوسات هذوما. حنا باسكو علاش مع لا رونتري هذه حبينا نديروا برنامج خاص بالاطفال باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله، وكذلك نطرقوا لا باتيسري اللي معنا. ربي يحفظكم. اليوم لازم تشوفي معنا الوصفه تاع مخروط اللوز والزيريات. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا اختي صح. شكرا سيدتي على المكالمه، تخي بيان، مع السلامه. اذا نعم هنايا انا كي نكونوا العجنه سي بون مليح، نحكوها هنا بلا بوم. بلا بوم هنايا صافي، رشيده راكي تحكي فيها، عطينا السبب وعلاش باش يدوب السكر، بس كان يدير فيها سكر غلاس. سكر غلاس اللي ما على بالهمش بلي يروحوه بالمايزينا. المايزينا ماداك تشرب ما يشتش، ما تقعدش تجي يابسه وتنشف. باغ كونطخ نسيو نتعبو شويه بصح تكون غيزولتا شابه ان شاء الله. تمحقيها بيان هكذا باش تجينا شغل كيما يقولوا معسله لداخل، معسله لداخل مع هذاك المزهر اللي ضفناه ثاني كي يساهم باش يذوب على السكر. السكر كاين اللي يديروا مام يذوبوا هذاك السكر مع المزهر، يرجعكم فوندون فوندون بعدا على ويضيفوه. هي هاد البسمو سي لا ميم تكنيك، تكنيك بصح هذه خير تمد ريزولتا خير من الاخرى. الاخرى ذوبنا غير السكر، هنا عجناه شغل ما شاء الله جاتك هايله. رفديها في يدك هكا وري لهم لا تيكستور تاعها. فوالا تخي بيان، سي امبورطون هذه. ديروها بابي فين هي من المستحسن اليوم انا مزروبين يباتوا يباتوا لي بات، لي بات كامل لازم يباتوا في تراديسيونيل. ماذا بينا يباتوا عندما صافي يباتوا ويعطونا ريزولتا شباب شباب. تخي بيان فوالا، هذه هي راني وجدت لي بات، قلت لكم احسن يباتوا يعني قد ما يقعدوا يباتوا قد ما يشربوا. فوالا اذا دوكا يعني نمروا لحاجه واحده اخرى. الو مع نسيمه، مرحبا بك. الو نسيمة. السلام عليكم. عليكم السلام سيدتي، مرحبا بك نسيمة، تفضلي. نشكروا هذه الحصة بزاف بزاف شاف مريم. شكرا. ونشكر الأخت رشيدة على الوصفة تاعها. شكرا، ربي يهنيك. وصفتها بزاف هايلين. ما شاء الله. وحبينا وصفات تاع بيتزا ثاني ان شاء الله، يعني كنا درنا في الحصص اللي فاتت انواع البيتزا، ودرت لكم حصه تاع خاصه بالبيتزا كذلك باذن الله. ان شاء الله نزيدو نبرمجوا. شكرا جزيلا الشيف مريم. شكرا شكرا رشيد. نسيمه حبيت نقدم اهداء لعائلتي. تفضلي. ها عائله برايز. وهذا ما كان. شكرا جزائر. شكرا شكرا نسيمة، شكرا على المكالمة.
اذا نعاودوا كيفاش نكملوا دوكا رشيده؟ نروحوا دوكا خلينا العسل واللوز للتزيين، خلوا لي بات تاعنا يرتاحوا ونروحوا دوكا نديروا المقروط اللوز. مقروط اللوز، اذا تبعوا معنا مشاهدينا طريقه التحضير. اعطيني المقادير اولا. المقادير عندنا 250 تاع نكتار. معنا درنا بلي كونتيتي صغار حنا. بلي كونتيتي صغار، وهاد لي كونتيتي اللي درناهم يخرجوا 10 حبات اكزاكت. معنا شابين. يعني باش تكونوا 10 حبات ملاح. عندنا 250 غرام تاع اللوز، عندنا تانيك 125 غرام تاع سكر، عندنا مبشور ليمون، مغرفة تاع زبدة، مغرفة عسل، لافاني، ونديرو مغرف تاع ما هنايا، نديروش المزهر على ليغو، قلنا ما ندخلوش ليغو مع بعضاهم. وعندنا لو سيغو مع السكر كلاص للتزيين. هذا ما كان. إذا يلا نبداو مباشرة، لأنه الوقت يعني مازال. اه داكوغ، ندير لك لاغاب فوالا باش نرحيوها، باش نبشرو هذاك القاع. باش نديرو لافلاغ. ايه بيان سور عندنا الوقت، ماشي مشكلة. رشيدة السكر 250 غرام تاع اللوز و 125 غرام تاع السكر. 125 غرام تاع السكر عادي، راه يتأكد وتقول لكم انه الحلويات لازم لهم السكر عادي، خاصة هذا النوع تاع لي كاتو تاعنا. تاعنا نواسيو، هي من المستحسن يكون القارص اصفر. ايه مي لا غالب رانا في لا سيزون لي ماكاش اصفر، ديروا نخدموا بالخضر، ما لازمش نلحقوا للبيض، هذه دائما كامل ناكدوا عليها. انه البيض هذا كيطلق المراره. يعني كي نشوفوا هكذا الحلويات الجزائريه انا افتخر رشيده، لانه كيما هادو مقروط اللوز الجزائريات ما عندناش منازع فيهم، حبوا ولا ما حبوش. سي الجيريان هذه يعني نقولها على المباشر، بزاف الناس قال لك ماشي تاعنا مقروط اللوز، بقلاوه جزائريات، شارك العريان، شارك مسكر، النقاش، الحمد لله سي جزائري وعالمي، يعني ما كاش في العالم كامل اللي يقدر ينافس الجزائر في هذه الحلويات. وثاني كوكازيون الحمد لله كي كلاصه على مقروط اللوز، المرتبه الرابعه، المرتبه الرابعه عربيا وافريقيا، والمرتبة الأولى عالميا. الرابعة عالميا العكس، والمرتبة الأولى في الوطن العربي والإفريقيا إن شاء الله. ما هذا كي يخضر حطاش يطلق المرورية. عندنا نديرو الزبدة ديالنا توجور لي زانكغيديون نحطوهم فوق السكر. عندنا ملعقة تاع العسل، ملعقة تاع ديروا ملعقة تاع الماء، هذا الوسمو يساهم يعاوننا باش باش السكر يذوب. ما نديروش ماء بزاف. أنا نسحق صفار بيضة ماشي بيضة كاملة. دوك نقسمها لك، بداي تخدمي. هو في الكيلو نسحقوا وحدة بيض مع ربعة صفار، معناتها كي عندنا كمية قليلة حنديروا غير صفار واحد. نديروا كامل ولا؟ لا صفار كامل، ارميه كامل يجي سوا سوا. شوفوا كيفاش نخدمه، دائما نحكموا السكر هذا للتزيين. عشان للتزيين راهي ريحه القارص هايله تفطن كي هكذا. شوفوا ما كملش، نكملوا بمغرف ما نزيدوش، نروحو نخلطو حبة بيض ولا سيدي ليمون في ما، وزيدي تمحقيه كيما درت. كيما درنا مع ال دوك وحدو يدوب السكر يليمون، متقولوش دوك راهم ناشف، دوك نقعد ناشف ديجا ويتلايم في يدك. مام هاديك ريحة الزبدة عطات له ريحة سبيسيالة هايلة، تعطي له تعسال ويطول باش ينشف، بس بزاف يغلطوا يروحوا يديروه بالسكر كلاص لداخل، وهي ما على بالهمش بلي السكر كلاص دائما يحروه مع بورسونتاج تاع المايزينا. ايه هذيك المايزينا تشرب كامل النواشي في السوائل وتيبسو اللي كامل وما يشدش تمتم. دقيقة فقط. هكذا زيدنا هادي خلي روبوزي ولا فاسوني يبات. وقبل هادي ملاحظه، كي يكونوا عندكم لي كوموند ماشي كي يكون حيبات
ماشي سور بلاص اليوم لو جور ميم ديروا القارص كي تخلوه يبات غدوه من داك تكونوا حتحلوه اللي ديروا له القارص فوالا هذه ما يعني معلومه مهمه قالت لكم باللي كي تكون عندكم لا كوموند انا نعيط باسكو صوتك ما راهش عيط شويه رشيده قالت لكم كي تكون عندكم يعني ان كوموند مبشور الليمون ما تديروش دوكا وانما حتى الغدوه من داك تزيدوه في الفلاطه مو باش يخلي الريحه تاعو فاصوني واحد دوكا رشيده لا لا خلوه شويه يرتاح داكو هو يرتاح حق داخل من يرتاح مفاصوني اه تخي بيان كلش دوكا من بعد نبداو الفاصوناج تاعنا و لا لا نديرو الورد اه الورده جبتي لاباط تاع الورده ولا جبت جبت كامل خلي هانا دوكا نشوفو اذا نشوف فقط اسك بقى لنا الوقت ولا لا لا هل من وقت اذا خلاص الوقت اذا رشيده ندو فاصل ونعاودوا نرجعوا مشاهدينا باش نشوفوا لو فاصوناج تاع مقروط اللوز وكيفاش نديروا تزيريات واش راح تزيدي لنا رشيده حنزيد لكم لا فلور راهي دوكا تيك توندونس لا ديكوراسيون فلورال حندير لكم الموديل اللي درتو فوق المخبز مقروط اللوز مقروط اللوز تري بيان اذا قعدوا معنا مشاهدينا ما تروحوش بعيد راح نرجع لكم بعد قليل إذا مشاهدينا لحقنا نهاية البرنامج أطباقنا راهم واجدين يلا رشيدة تكلمينا شوية على أطباقنا وشنو طبق باش بدينا ولا الحلويات تاعنا تاع نهار اليوم نبداو بدينا بالتزيريات باش نهضرو على مقروط اللوز اللي كلاسها المرتبة الرابعة في العالم هاوليك بلمسة عصرية باسكو حنا لازم نشدو في التقليد في البنة تاع زمان ونديرو اللمسة العصرية ديالي رانا لازم نواكبو العصر هاوليك وريت لكم لا فلور كيش خدمناها هاوليك زاكت وعندنا تزيريات تزيريات بعد ما نطيبوهم قلنا 180 درجة 12 دقيقة نعسلوهم نديرو خليط ما بين عسل وسيغو دو باز ومن بعد هاديك نقطروهم ونمسحوهم بلا جولي وهاي ليك النتيجة فوالا كملي باش رافقناهم اليوم لا تاي فوالا نقسمو لهم برك الحبة هادي بيان سور عليك يجو مع السلين للداخل فوالا واو هايلة مسيلة فوالا مشاهدينا الكرام شوفوا معايا دوك التزيريات كيفاش جاو هذا هو يعني الريزولتا اللي نحبو انا في التزيريات اذا نشكرك رشيده بزاف على هاد يعني الحضور تاعك اليوم اللي شرفني والحصه تاع اليوم ان شاء الله تكون افادت يعني مشاهدينا الكرام هذاك هو نشكر كذلك الطاقم التقني يعني اللي راهو يعني اليوم عيتهم شويه يعني اسمحوا لي فقط رشيده كلمه اخيره تفضلي واش نقول لكم يعطيكم الصحه على الانفيتاسيون نشكر بزاف شاف مريم اللي دعاتني اليوم نشكر والديا اللي وقفوا معايا الزوج ديالي بالزوج ديالي اللي لحقت لهنايا كامل اي واحد ساهم في المسف ساهم باش لحقت لهنايا كثر خيره ويعطيه الصحه شكرا رشيده ونقول يعني مشاهدينا الكرام عندي فقط اهداء اهداء السيده نيت محمد امينه على زواجها اللي كان 5 سبتمبر نقول لك ان شاء الله نتمنى لك كل السعاده وان شاء الله تتهني في دارك وكل عائله نيت محمد وانا بدوري نهدي تحياتي لزميلتي صفيه بن عياد وابنتها زهره والزوج تاعها واولادها كامل ان شاء الله ربي يحفظهم لك صديقتي العزيزة وربي يحفظك إن شاء الله ويعطيك الصحة إن شاء الله ونشكرك مجددا رشيدة على يعني قبولك الدعوة ديالي تحياتي لكم مشاهدينا ونتلاقاو إن شاء الله في عدد جديد من حصتكم واش نطيبوا اليوم اقعدوا أوفياء ومع السلامة.